ليلة ساخنة عاشتها قرى ومدن الضفة الغربية بعد عملية طعن مستوطنين في القدس المحتلة والتي نفذها الشاب مهند حلبي من مدينة البيرة قضاء رام الله الليلة الماضية، عقبتها اقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متعددة في الضفة الغربية، حيث تصدى الشبان الفلسطينيون لهذه الاقتحامات بالحجارة والزجاجات الحارقة. المزيد من التفاصيل في تقرير نبال فرسخ. هذا ما كتبه الشهيد مهند الحلبي على حسابه على موقع الفيسبوك قبل استشهاده وتنفيذه عملية طعن 4 مستوطنين في القدس المحتلة. هذه العملية التي أشفت صدور الفلسطينيين الذين عاشوا ليلة كر وفر، تأهب وحذر عقب استشراس المستوطنين الإسرائيليين للانتقام من كل ما هو عربي. خبر العملية يعني أشفالنا صدورنا، بالأخص بعد جريمة الدوابشة وعملية نابلس، يعني رد طبيعي على جرائم الاحتلال. ما شفنا للمستوطنين جايين مش واحد ولا اثنين، هذول حوالي 500 واحد هاجموا علينا. طلعنا احنا دوب احنا في الدار 10-12 واحد، حملنا هالحجار وصرنا يعني قديش بدنا نقدر نقاوم، لا عندنا سلاح ولا دبابات زيهم، وهاجموا هالناس الطيوب وهالشباب، لما الشباب ولا جويد ولا كان رحنا في الاجرين. احنا هون لنحمي دار الشهيد لانهم الجيش بدهم يقتحموها ويهدموها. بالحجارة والعصي تجهزوا وتأهبوا لأي هجوم محتمل من قبل المستوطنين المدججين بالسلاح، فتلك العملية البطولية ردت الروح للشارع الفلسطيني. 100 شبان هبوا إلى الشوارع في صورة تعيد إلى الأذهان مشاهد الانتفاضة، جاءوا من مختلف المناطق بشكل عفوي وتجمعوا حول المنازل المحادية للمستوطنات لصد هجمات المستوطنين. كل مناطق المحادية للمستوطنات كل شبابهم متكاتفين مع بعض واقفين مع بعض على أساس نصد هجماتهم اليومية المتتالية. فيش شيء يحمينا منهم إلا أنفسنا، يعني إذا ما ركناش على ذراعنا من روح فيها. نزلوا على الحارة شوي بس لولا الشباب تصدوا لهم، الشباب تصدوا لهم. تلك أصوات عيارات نارية أطلقها مستوطنو مستوطنة بيت إيل صوب المواطنين الذين تجمهروا حول المنازل المقابلة للمستعمرة للدفاع عنها، فيما هاجم عشرات المستوطنين بدعم من جنود الاحتلال منزل عائلة الهريني القريب من حاجز بيت إيل في البيرة، وحطموا نوافذه وأصابوا أفراد العائلة التي تصدت لهم وحيدة، إلى أن وصل عشرات الفلسطينيين وأمطروا المستوطنين بالحجارة، فيما قام جنود الاحتلال بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة نحو المنزل والشبان المدافعين عنه في محاولة لإجبارهم على مغادرة المكان لإطلاق العنان لهجمات المستوطنين. كان معهم سكاكين، كانوا معهم مسدسات، كان معهم أدوات حادة، عصي، مواسير. هجموا على البيت من الجهة الشرقية طبعا، حوطوا البيت، احنا حاولنا ندافع، حاولنا نردعهم بالحجارة. في أولاد في البيت صابهم حالة فزع وحالة هلع. اتصلنا بداية الهجوم على الشرطة الفلسطينية، طلبنا منهم، اتصلنا 5-6 مرات، 1.5 ساعة واحنا في اشتباك معهم، للأسف ما وصلنا أي مساندة من السلطة الوطنية الفلسطينية. أكثر من 200 مستوطن نزلوا علينا هجوم كاسح، وصلوا البيت، حاولوا يحرقوا البيت، طلع بالعصي كسروا، وصلوا حد يتهان. استنجدنا بكل قوى الأمن الفلسطينية، بكل الجهات، فيش حدا أجانا إلا بس هالشباب النشامة. لوم هذا المد الجماهيري اللي أجانا ولا كان حركوا الدار وراح كل إشي وصرنا دوابش رقم 2. شكرا لك يا مهند، يا من ثرت نصرة للأقصى فأوجعت محتليك كما أوجع شعبك دائما. شكرا لبطولتك التي استفزت المستوطنين المارقين الذين استوحشوا لمهاجمة الفلسطينيين الذين تصدوا لهم ببسالة منقطعة النظير. لعل دماءك تشعل نار الانتفاضة الثالثة التي تمنيتها قبل أن ترحل وجسدتها فعلا لا قولا. من أمام حاجز بيت إيل المقام على أراضي البيرة المحتلة، نبال فرسخ، رؤية.